Give it to me, I'm worth it. ببروبرتي يورز يوم منعرفكن على فيلا فخمة 2700 متر مربع ببكفية، بعيدة دقايق عن الطريق العام بشارع سكني برايفت كله فيلال، وعندها فيو صوب البحر والجبل. بتتميز بأوتدور سبيس واسع مع سويمينج بول، لاندسكيب ديزاين وسبورتس كورت. 2700 متر مربع مقسمين لخمس طوابق بالإضافة لروف، واحد منهم underground parking. أما آخر طابق منفصل ومستقل، عنده private entrance. main floor بيتضمن صالونات وديننج روم مع كيتشن على شكل open space، وطابق مخصص للentertainment. 6 master bedrooms مع تشمني بكل غرفة. top quality Italian kitchens مع Korean countertops. gypsum board مع lighting design بالسقف، وباركي ماسيف وماربل 90 باي 90 بالأرض. اثنين مين انترنس مع اوتوماتيك جيتس وسنسرز. فيلا ببكفية 2700 متر مربع بتتميز بلكجري عالية، فيو صوب الجبل والبحر من أي نقطة بالفيلا. حالياً بمراحل الفينيشينج والسعر 6 مليون دولار. لوبرج دبع بديت، مشروع مؤلف من شاليات للبيع. موقعه بالجبل بميزه بفيو شجر وخضار، وأكيد طقس حلو بالصيف والشتاء. مؤلف من أربع فلورز وبكل طابق ست شاليات. كل شالي مستقل ومجهز بإمدادات مي وكهرباء مع AC units وهيترز، بالإضافة لجيم. مساحات الشاليات بين 80 و 220 متر مربع، مقسمين لريسبشن اريا، كيتشنات وبالكون، وثلاثة بدرومز بالشاليات الأكبر. لوبرج دبع بديت مشروع شاليات للبيع، فولي اكويبت وفرنشت مع باركينج مأمن. لوكيشن مميز وفيو صوب الجبل ما بيتسكر عليه. بالمطيلب عم نتعرف على بروجكت جديد under construction، طيلب residences، بناية موقعها كتير فخم رايق جنب السفارة الألمانية وجنب مدرسة جيسس إن ماري. مألفة من خمس شقق سكنية وكل شقة على طابق. مساحة كل شقة ببناية المطيلب 370 متر مربع، ومقسمة لأربع غرف نوم أربعتن ماستر. اير كونديشن وهيتينج سيستم لكل شقة، سولار باور لتأمين مي سخنة. كل شقة تابع لها 3 باركينج مع ستورج روم أندرغراوند. كل شقة بتتميز ب 35 ألف لتر خزان مي. العمار اللي عم نشوفه بالمطيلب كتير فخم، أول طابق بالبناية تابع له تراس، وآخر طابق تابع له تراس على السطح ومجهز ببرايفت سويمينج بول.370 متر مربع بالمطيلب، عمار كتير فخم، هاي اند فينيشينج مع منظر صوب البحر والجبل، ستارتينج برايس 2300 دولار بالمتر.